بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع من كل اسبوع بنتقابل عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى من الساعه 8 ل 9 ونص. اكيد طبعا كل الاخبار داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا، وبيبقى حلقتنا زي ما تعودنا بتبقى عباره عن نصفين. النصف الاول بيبقى مجموعه من الاخبار او احدث الاخبار وتعليقنا عليها، وبنحط حضراتكم في احدث المستجدات. النص التاني بيبقى فقره حواريه، والحقيقه النهارده ما ينفعش نتكلم غير على نهائي بطوله افريقيا لكره اليد بكره ان شاء الله مصر والراس الاخضر. هيكون معانا ضيفنا نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن محمد عبد الوارث، هنتكلم مع حضراتكم على كل الاحصائيات اللي عن بطوله افريقيا، ابرز اللاعبين، اهم المنافسين، شكل الفريق، الجهاز الفني، كل شيء عن بطوله افريقيا. يعني للي ما اتفرجش على البطوله هنجمع له كده بعض المعلومات اللي من خلالها والبيانات والاحصائيات اللي من خلالها يقدر كانه شايف البطوله وعرف يعني اهم المكاسب لمنتخب مصر. مش بس بيكون المكسب هو التاهل لبطوله العالم او بطوله افريقيا، ولكن بيكون في مكاسب هناك زي مثلا يعني اكتشاف مجموعه جديده من اللاعبين، لعيبه دخلت في منتخب مصر بشكل اقوى. يعني في اكيد مكتسبات كثيره بتبقى في بطولات افريقيا او بطولات كبيره زي بطوله افريقيا. هنكون معانا مع ضيفنا كابتن محمد عبد الوارث لمناقشه كل حاجه حوالين البطوله. خلينا نروح لاخبارنا، هنبتدي ايضا بكره اليد. يمكن الخبر الابرز زي ما قلت لحضراتكم بكره النهائي الساعه 9 على مجمع الدكتور حسن مصطفى، مصر والراس الاخضر. الراس الاخضر يتاهل للمره الاولى في تاريخه الى نهائي افريقيا بعد ما فاز في قبل النهائي على المغرب. مصر تاهلت الى النهائي بعد الفوز على تونس 29-27 في مباراه للمنتخب كان عنده افضل من كده الحقيقه، ولكن زي ما حضراتكم عارفين مباريات الكؤوس او مباريات قبل النهائي مش مهم الاداء قد ما مهم ان انت تتاهل في فريق قوي ومنافس يعني من اقوى المنافسين في افريقيا تونس. فالحقيقه دي نتيجه انا شايف انها مش وحشه، ولكن منتخب مصر الناس كانت عشمانه في اداء اكتر من كده، وده اللي هنتكلم فيه مع ضيفنا ونعرف ايه سبب يعني ان منتخب تونس الحقيقه عمل مباراه قويه في الوقت اللي منتخب تونس تاهل للمباراه قبل النهائيه بشق الانفس بعد ما فاز على الكونغو بعد اكسترا تايم، وكانت مباراه قويه جدا احرج منتخب يكون احرج الحقيقه المنتخب التونسي. هنعرف تفاصيل الموضوع ده. لا الجميل في الموضوع ده ان هداف المنتخب هو لاعبنا احمد هشام سيسا برصيد 16 هدف، بالرغم من هو يعني شارك في فترات ليست بكثيره ومش قليله برضه، ولكن استطاع بشكل كبير انه يفوز بلقب هداف حتى الان. انا بقول حتى الان ب 16 هدف يعني في رصيده في الفترات اللي شارك فيها. المنتخب بيضم 7 من صفوف النادي الاهلي، احمد هشام سيسا، عبد الرحمن فيصل، محسن رمضان، مهاب سعيد، ابراهيم المصري، احمد خيري، احمد عادل. وخلينا اقول لكم ان زي ما انتم شايفين الاسامي كلها شباب، وزي ما وضحنا اكتر من مره انه من النادي الاهلي ان شاء الله المستقبل ليه باللعيبه الشباب اصحاب السن الصغير. يمكن مفاجاه البطوله هو مهاب سعيد. مهاب سعيد لو فاز بكره بالبطوله ان شاء الله، وده الاحتمال الاكبر، مهاب سعيد سيكون اصغر لاعب في التاريخ يفوز بهذه البطوله مع منتخب مصر. مهاب سعيد لاعبنا الحقيقه ادى اداء رائع. عندك يعني ابراهيم المصري كمان ادى اداء جيد، وكان مفاجاه لينا في الهجوم كمان. يعني ابراهيم المصري الحقيقه مش بس ادى دفاعيا كسد عالي المنتخب المصري في الدفاعات، ولكن ايضا فوجئنا بتسجيل الاهداف ابراهيم المصري. يمكن اكتر حاجه ممكن اقولها احمد هشام سيسا كواحد هداف وهو بيلعب وينج يمين على ما يعني اتذكر، احمد هشام سيسا يعني مش بس يعني كونه هداف ان هو لاعب كويس وان هو ادى اداء كويس، ده طبعا شيء مفروغ منه، ولكن اداء المنتخب. دايما الوينجات بتبقى محتاجه لعب سريع، محتاجه اختراقات عشان تفضي الوينج يلعب. يعني معنى كده ان الفريق او التيم بيلعب تيم ورك وبيستغل بيحسن استغلال الاجنحه بشكل جيد، ودي ميزه لمنتخب مصر وقوه. انت لما يبقى عندك الوينجات بتسجل اهداف قليله انت عندك هنا مشكله، ولكن النهارده الوينجات بتوعنا بيطلعوا هم الهدافين، اذا انت كفريق فعلا كويس. اي نعم الاداء في ماتش تونس فقط كنا ممكن يبقى احسن من كده، ولكن مع ذلك انت مأدي اداء كويس. ويحيى خالد عمل بطوله جيده جدا، عندك يحيى الدرع ايضا عامل بطوله كويسه. يعني اللي اقصد اقوله ان منتخبنا طبعا بشهاده الجميع يمكن على راسهم مدرب منتخب الجزائر ان مصر ستتسيد افريقيا لمده 10 سنوات قادمه، لانه جيل شاب والشباب اغلبهم من النادي الاهلي، فده شيء يفرحنا جدا ويبسطنا ان سياسه النادي الاهلي فادت في النهايه منتخب مصر زي ما ان شاء الله هتفيد النادي الاهلي، فادته وهتفيد النادي الاهلي كمان الفتره القادمه. ده كان خبرنا عن كره اليد، وعندنا كتير مش عايز استرسل في كره اليد لان شايلين الاخبار والاحصائيات مع ضيفنا الكبير كابتن محمد عبد الوارث، هيكون في النصف الثاني من حلقتنا. هنروح لكره السله. يمكن الحقيقه احنا هنا كتير
هاجمنا اتحاد كره السله في امور كثيره الحقيقه، وقلنا مش اتحاد كاتحاد كره السله ولكن اتحادات كثيره، ومش هجوم بمعنى هجوم ان احنا في حاجه لا سمح الله بيننا وبينهم، ولكن هي للمصلحه العامه، وده دور الاعلام انه بيحط الضوء على السلبيات قبل الايجابيات. ولكن النهارده في ايجابيات لازم نتكلم عنها. اتحاد السله الحقيقه ومنتخبات مصر محققه انجازات كويسه، اي نعم يعني افضل من اللي فات بكتير، وده حاجه يعني طالما احنا بنبروجريس قدام او بنمشي لقدام خطوه يبقى ده حاجه تسعدنا جدا. النهارده منتخب الشباب يحتل عاشر العالم من اصل 16 فريق، وهو رقم الحقيقه او ترتيب جيد جدا، وهو الافضل على مدار التاريخ كله، افضل تاريخ لينا على مدار مشاركتنا في منتخبات الشباب تحت 17 سنه وهو العاشر. ده انجاز كبير الحقيقه، تحسب في الوقت اللي مالي خدت المركز ال 16. مالي اللي هي واخده بطوله افريقيا او يعني من احد اقوى بطولات، يعني احد افضل فرق افريقيا الحقيقه، وبيبقوا منهم مجموعه كبيره جدا بتلعب فرنسا وامريكا، خدوا المركز 16. فاذا مصر النهارده بتاخد المركز العاشر، ده انجاز جيد جدا وانجاز كويس، ونتمنى ان شاء الله ان احنا كل كاس عالم نكون ناخد خطوه لقدام لغايه ما نوصل في التوب 8. احنا مش بعيد خلاص، احنا بنتكلم ان احنا ماتش واحد يدخلك في الثامن، فاذا حاجه جيده جدا. في شغل بيتبذل، في شغل بيتبذل كابتن عمرو ابو الخير المدير الفني، الراجل ما بينامش الليل، بيوصل الليل بالنهار عشان يعني يوصل. بالمناسبه كابتن عمرو ابو الخير هو اخر مدير فني للمنتخب الكبير اتاهل بيه لكاس العالم، فمن هنا بنحيي كابتن عمرو ابو الخير، بنحيي الاتحاد، بنحيي لجنه المنتخبات بقياده طبعا كابتن عمرو مصلحي، كل الناس على هذا الانجاز. لا مش كده بس وتوقفوا عند ذلك، ولكن في انجاز اخر، فريق الشابات او فريق الانسات لكره السله، نجحنا النهارده ان هم يحسموا لقب او الترتيب ال11 على مستوى العالم من 16 فرقه ايضا، وهو ترتيب هو الافضل على مدار التاريخ لفرق الشابات او الناشئات على مدار التاريخ في كره السله، ودي حاجه جيده تسعدنا. طالما بناخد خطوه قدام اكيد كلنا مبسوطين وكلنا سعداء، وده اكيد ما جاش صدفه، ده اكيد ما جاش صدفه، يعني ده اكيد او طبعا نجمتنا جنى الالفي اللي انا بطلع من الخبر بقى اروح عليها، نجمتنا اللي بتتلقى الاحضان من فرقتها، نجحت بشكل كبير انها تأدي بطوله رائعه. النهارده عامله مباراه قدام نيوزيلندا تحديد المركز 11 و12، مباراه رائعه الحقيقه كبيره جدا، يمكن حاطه 32 بوند، رقم مفزع، يعني الفريق كله حاطط 69 صح ولا 69، ايوه هي حاطه 32 بوند، وفزنا على نيوزيلندا 69-47، جايبه 26 ريباوند جنى الالفي ما شاء الله، جايبه افشنسي 36 بلس 36 افشنسي، وهو رقم عالي جدا في كره السله كافشنسي، يعني بيجيب 12 13 افشنسي 15 20 بيبقى عدى، ما بالك 36. جنى بالمناسبه خلينا نتكلم عنها، هي بنت الكابتن الكبير ايهاب الالفي، وهي في بتدرس دلوقتي او بتلعب دلوقتي في ام بي اي جلوبال في استراليا، كاول عربيه اول افريقيه تشارك في هذا الحدث الكبير. يمكن هم بياخدوا افضل لاعيبه باسكت بول على مستوى العالم، على مستوى العالم في كامب من كل الالعاب على فكره. فجانا هناك موجوده المسؤول عن الباسكت الام بي في هذا الكومباوند الكبير، هتلاقي رافع اثقال فولي بول، كل افضل شباب وشابات على مستوى العالم موجودين دلوقتي في استراليا، جانا الالفي معاهم. وبالمناسبه جانا الالفي كان نزل لها بوست على صفحه السفاره الامريكيه بيهنوا جانا الالفي ان هي راحت هذا الكامب كاول مصريه وافريقيه تشارك في هذا الحدث، هو الاكبر للناشئين على مستوى العالم. واختيار اي لاعب بيكون بعنايه جيده وبيكون له مستقبل، فاللي احنا شايفينه من جنى ده مش غريب. جنى لما يكون عندنا بقى 3 4 جنى يبقى منتخبنا يخش رابع خامس، على فكره الموضوع مش صعب. انت لو قدرت تقف جنب لعيبتك تطلع بره وتروح في اكبر دوريات او اكبر جامعات، انت كده بتضمن وانت مغمض ان انت توصل ادوار جيده جدا في بطولات العالم في كره السله. فالحقيقه انا حبيت اشيد بالاتحاد واشيد بالانجاز، مديرين فنيين كل التحيه لكل مديرين فنيين سواء للناشئات او انا بتهيألي للناشئات كان مدير الفني كابتن عماد محمود، صح انا بتهيألي صح مظبوط، كابتن عماد محمود، وهو ضيفنا على طول في برنامج ابطال واستوديو الابطال. من هنا احنا طبعا بنحييه وبنبارك له وبنبارك لكل الجهاز الفني هنا وهنا، وبنبارك للاتحاد ورئيس لجنه المسابقات، الحقيقه حاجه جيده جدا تبسطنا الحقيقه. انا بس عايز اتطرق لفريق كره السله في النادي الاهلي، الناس بتسالني حتى في الشارع وانا ماشي الفريق اخباره ايه وصل لايه. بصوا يا جماعه عشان افهمكم حاجه مهمه جدا، دلوقتي منتخب مصر هو اللي بيشارك، عندنا في ويندو الثالثه هتبقى في تونس في نهايه شهر اغسطس القادم، وهي الاهم على الاطلاق، ماتش واحد يطلعنا كاس عالم بنسبه كبيره، وهو ماتش تونس بتونس، صعبه مش صعبه، تونس بتتلقى لثاني مره هزيمه من جنوب السودان، المباراه في تونس صعبه للعبت في صاله
يعني المنستيرلي تقريبا حاجه زي كده في تونس، وهي صاله بتكتظ بالجماهير، ولكن ولادنا قادرين، الجيل ده قادر. يعني احنا كسبنا تونس، تونس احنا ورانا بنقطه، لو كسبنا تونس بقينا تاني ورا جنوب السودان وبيتأهل اول وتاني، انما لو لا قدر الله لا قدر الله خسرنا من تونس، تونس بقت زينا والماتشين اللي ليها بعد كده على ملعبها، فاذا هيكون ليها هي الايه الافضليه. فاذا ماتش تونس، وبالمناسبه هو اول مباراه 26 اغسطس هيبقى ماتش تونس، فمنتخب مصر بيعسكر دلوقتي ومستعد، ونتمنى كل التوفيق بالتأهل لكأس العالم عشان نكمل السلسله او سلسله النجاحات اللي ماشيين فيها هذه الفتره. طيب هنروح بعد كده للنادي الاهلي، اللي هو يعني عايز اقول الخبر دلوقتي، لعبتنا مع الفريق مستر اجوستي بوش في اجازه، طبعا وضع طبيعي جدا، كل المديرين الفنيين في اجازه، مش هو بس، وهيرجع في بدايه اغسطس، بدايه اغسطس يعني خلاص اسبوعين تقريبا او اقل من اسبوعين هيكون موجود في القاهره عشان يتولى تاني مسؤوليه بقى اداره الفريق ويشوف الدنيا فيها ايه. طيب من وجهه نظري، عشان بس ما تقولوش ان انا يعني عندي اخبار او حاجه، بس دي من وجهه نظري، انا مش شايف يعني ممكن يبقى في صفقه مدويه الموسم ده في الباسكت، مش عشان حاجه، عشان فرقتنا بسم الله ما شاء الله مكتمله الاركان. طيب هتقول لي يا كابتن طب ما زياده الخير خيرين، لا هنا في نقطه مهمه جدا، انا عندي طالع من الناشئين عدد كبير جدا من اللاعبين، ولاعبين اي نادي يتمناه، هي دي الصفقات، هي دي الصفقات، صفقاتنا هي ناشئنا. دي وجهه نظري يعني، انت الجمهور بيقول لك طب احنا فين، ما هو احنا لو بصينا حتى في الانديه الاخرى مفيش صفقات في كره السله، المعروض اللعيبه الكبار ماضيين مع فرقهم، مفيش حد فري زي ما حضراتكم متخيلين، ولكن صفقاتنا الحقيقيه هي لاعبتنا الناشئين. ومستر اجوستي بوش نجح باقتدار ان هو يقدر يعرف الناس ويوري ان ناشئنا على قدر عالي من المسؤوليه. طيب ايه الجميل كمان، ان قطاع كره السله يعني تعاقد مع رئيس قطاع ناشئين اسباني، ونفس الوضع بالنسبه لكره اليد، وانا كنت امبارح في النادي وحضرت احد التدريبات او اشراف المدير الرئيس الجهاز الجديد الاسباني على تدريبات كره السله، وبيتكلم في تفاصيل التفاصيل. وبالمناسبه هو عنده تو بلان، وهي ان شاء الله يكون ضيفنا، او عنده خطتين، شورت تيرم بلان ولونج تيرم بلان، يعني خطه قصيره الاجل اللي هي المكسب، اكيد طبعا هو عايز يكسب اكبر بطولات في قطاع الناشئين، ولونج تيرم ان هو يغذي الفريق الكبير باللعيبه المستويات عاليه. فهو يعني بدا امبارح، النهارده كان امبارح التدريب شكله حاجه كويسه جدا وتفرح، في كنترول، شايف متابع مهتم جدا بهذه القصه. طيب فريق الباسكت عندنا هيبتدي امتى؟ عندنا بطوله عربيه هي اول شيء لينا يوم 8 اكتوبر. 8 اكتوبر اولنا في البطوله العربيه، هتكون فين؟ هتكون في الكويت. بطوله صعبه غير اللي كانت هنا في اسكندريه. ليه صعبه؟ بطل افريقيا المنستيرلي هيشارك في البطوله كحامل افريقيا، وعايز يشارك، عايز ياخد اللقب. عندك النادي الاهلي، نادي الاتحاد مشارك. عندك كويت الكويتي مشارك، البطوله صعبه. البطوله صعبه، تصور النادي الاهلي هيبقى على راس مجموعه. طب الدوري امتى؟ بعد البطوله العربيه. يعني انا اتصور الدوري مش قبل 2010 هينطلق دوري المرتبط. حبيت الم لكم كره السله كده سريعا، سواء منتخبات او انديه، معلش مفيش احداث كتيره، ولكن المهم ان احنا نتكلم عن ما هو قادم خاصه للمنتخبات والنادي الاهلي. هنروح للتنس الارضي في النادي الاهلي. زي ما احنا وعدناكم ودايما بنتابع ابطالنا ونجومنا الكبار واللي بيلعبوا في منتخبات ولكن بطلاتنا وابطالنا الناشئات برضو عينينا عليهم، ومش كده بس، كل الاهتمام ليهم بنفس المسافه ونفس الاهتمام، لان دول في يوم من الايام هيكونوا ابطال المستقبل. التنس الارضي، ناشئات التنس الارضي تحت 12 سنه حصدنا بطوله الدوري العام، في الحقيقه انجاز جيد، نجحنا ان احنا نفوز في النهائي مع وادي دجله في ملاعب نادي السليمانيه، قبليها طبعا قبل النهائي كان مع نادي الزمالك، قبليها دور الثمانيه كان مع سموحه، نادي الزمالك فزنا 7-2، فزنا عليه 7-2، ووادي دجله نفس النتيجه، وسموحه برضو نفس النتيجه 7-2. الفريق بيضم عدد كبير من اللاعبات، مين هم؟ خلينا اقوله لكم، عندنا فريده شريف حجازي، وفاطمه رامي جمال الدين، وهنا طارق مختار، وروز مصطفى امين، وجاسمين نوبي ابو زيد، ونبيله معتز سليمان، ومريم احمد ماهر، ورولا محمد امين، ونور عمرو عبد الدايم، وجنه شريف مصطفى، وجنة أحمد محمد، وزينة محمد تيمور، وعليا باسم سرايا، ونور محمد فريد، وجودي هاني محمد، ومريم أيمن فاروق، وليلى تامر محمد، وتاليا محمد مصطفى، وتيا المعتز بالله غراب. وبترأس جهاز كابتن طارق صبحي، ومع كابتن عادل صديق نائب رئيس الجهاز، وكابتن محمود عبد المبدي المدير الفني، وكابتن أحمد مدير المدرب العام، ومعهم كابتن حسن صوفي مدرب اللياقة البدنية، وكابتن أحمد عبد الغني مدير إداري، وكابتن أحمد عبد السلام العناني مدير القطاع التعليمي. كاميرا الأبطال كانت موجودة في ماتش الزمالك، سجلنا التقييدة، أتفرج عليها مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني.
احنا الحمد لله في المجموعات طلعنا اول في 12 ولاد واول في 12 بنات، ولعبنا دور الثمانيه النهارده. 12 ولاد كسبنا الحمد لله فريق هليوبلس، الولاد عملوا ماتش هايل، كسبنا 9-0، 6 سنجلز و3 دبلز. والبنات دلوقتي بنلعب فريق الزمالك في دور الثمانيه، لقاء قوي. البنات الحمد لله عاملين ماتش هايل، كسبنا دلوقتي اول راوند خلصت اللي هي راوند السنجلز، كسبانين 4-2، وان شاء الله عندنا 3 دبلز ان شاء الله محتاجين ماتش منهم عشان نكسب اللقاء باذن الله. دايما البدايه بتبقى في الدوري، الولاد صغيرين بيبقوا مضغوطين شويه، الحمد لله قدروا يطلعوا بالماتشات كويس جدا. حتى الماتشين اللي خسرناهم خسرناهم على حاجات بسيطه جدا، الماتش الاخير كان ممكن يخلص اللقاء بس الحمد لله يعني هي عملت اللي عليها 100%. فاعتقد اللقاء كان هايل، الولاد بصراحه كانوا ادوا ماتشات هايله، واعتقد كان يعني الافضليه لينا الحمد لله، واتمنى بقى يحصل كده في الدبلز باذن الله ان شاء الله. الحمد لله كلهم عملوا عليهم جدا وزياده، وكله كان رجاله في الملعب، ما فيش حد اصلا، ما فيش حد عمل اي حاجه، لان الحمد لله يعني احنا طبعا شغالين بقى لنا فتره طويله على القصه دي، وكلهم كمان روحهم حلوه جدا وكلهم قلبهم على المكسب، يعني وانا شايف ان كله النهارده عمل عليه وزياده. احنا خلي بالك دورنا في الملعب في الماتش يعني بيبقى اقل حاجه، احنا بيبقى كل دورنا اكتر التشجيع والسبورت للعيبه، لان خلاص هو يعني ده زي الامتحان، انا ما اقدرش اقول له حاجه في الامتحان اكتر من اللي احنا كنا بنعمله. بيبقى دورنا اكتر سبورت ودورنا اكتر تشجيع، ونحاول يعني نخليهم دايما مركزين، عشان طبعا انتوا شايفين ده بيبقى في دوشه حواليهم وتشجيع كتير وبتاع، وده اصلا مش الطبيعي بتاع التنس، فهو اكتر حاجه بتبقى نهديهم ونشجعهم. احنا طبعا قسمنا الاحمال بتاعتهم على مدار الاسبوعين اللي فاتوا، عملنا تمرينات الصبح في نفس الجو الولاد اللي هيلعبوا فيه، وعملنا تمرينات بالليل نفس الجو بتاع البنات بالظبط، وعملنا وزعنا الاحمال بتاعتنا على مدار الاسبوعين. الحمد لله الولاد والبنات واقفين على رجليهم في اللقاء الحمد لله. احنا لحد اخر لقاء احنا عندنا بنتين كسبوا سوبر تاي بريك، يعني ده معناه ان هم واقفين على رجليهم لحد الاخر، عمل اقصى حاجه عليه، مش بعد فيرست سيت وتعب، لا ده عمل كومباك، خسرانين فيرست سيت قدرنا نكسب سكند سيت وكسبنا سوبر تاي بريك الحمد لله. انا النهارده بصراحه ما كنتش بادئه حلو قوي، يعني ما كنتش مركزه قوي، بس مش عارفه ايه اللي حصل في اول سيت وكده، ما كنتش مركزه قوي، بس الحمد لله يعني عرفت ان انا الاقي حل وكده، ويعني عملت كومباك. انا يعني ما كنتش عارفه احط الكوره في الملعب كويس، ما كنتش بتحرك، يعني هي حاجات كتيره، ما كنتش مركزه قوي في الملعب. هدفي او التارجت اللي انا نفسي اوصل له، أنا طبعا اهم حاجه يعني مش عاوزه ابقى مركزه قوي في المكسب والخساره، لاني لما ببقى اتوتر اكتر مش ببقى عارفه العب، بس انا هدفي يعني ابقى اللي هو من التوب 5 وكده. السكور خلص 4 لاف 5-3 انا كسبته، وكنت في الاول سات كنت بكسب بسهوله عشان كنت مركزه، وكنت ما كنتش عارفه الماتش يبقى سهل ولا صعب، فبدات كده مش عارفه ايه اللي هيحصل، وكسبت عشان كنت مركزه، بس في السكند سيت كنت مستهتره البوينتس شويه، وهي بدات تلم عليا، البنت اللي ضدي بدات تلم عليا وتعليها، فانا بدات اضيعها بره، فحاولت ان انا اركز ان انا اجيبها جوه اكتر في الكور اللي هي بالذات الكور الديب، واحاول الكور كل كوره ابروتش احاول ان انا اخلصها. ليه لا مش يعني ما يكونش عندنا في يوم من الايام نجمه زي ميار شريف، نجمه زي انس جابر، الحقيقه اللي نجحت توصل طبعا فاينل ويمبلدون واتكرمت من الرئيس التونسي. يعني اللي عايز اقوله انه في يوم من الايام ممكن نشوف من الناشئات دول في يوم من الايام نجمه عالميه، ليه لا؟ مصر تستطيع، وعندنا الكوادر وعندنا البنيه التحتيه اللي تؤهلنا لذلك، فده واجب علينا كبرنامج الابطال ان احنا يبقى عيننا دايما على الناشئين والناشئات في كل الالعاب. هنروح للجودو، جودو احد الاتحادات والالعاب اللي قايمه بشغل كبير جدا، واللي محطوط عليها امال كبيره في باريس 2024، خاصه ان في قياده شابه في الاتحاد، يعني يمكن كابتن مرزوق علي يعني اول دوره ليه، واستطاع انه يلم الشمل في لعبه الجودو، وان هو يقدر يلم حواليه طبعا او معاه، بلاش حواليه، يلم معاه كل رموز اللعبة، بداية من كابتن محمد رشوان الأسطورة الكبيرة في الجودو وأحد أبطالنا الأولمبيين. فإذا الجودو من الألعاب اللي دايما هتبقى أخبارها موجودة معانا، لأن احنا متوسمين خير. اتحاد الجودو أعلن قائمة منتخبي الشباب والناشئين في البطولة الأفريقية اللي هتلعب في كينيا، هيسافروا بكرة إن شاء الله، وأعلن القائمة النهائية، وهم رايحين عشان يحصدوا أكبر عدد ميداليات ويتصدروا ترتيب البطولة. وخليني أقول لحضراتكم القوائم، قائمة الشباب أو منتخب الشباب مكون من يسري سامي، عادل حمادة، مروان الطناهي، زياد الدالي، علي عبد العال، عمر الرملي، هادي حسين،
احمد عبد السميع، نوره سالم، ندى فايز، حنين الطيب، تسنيم رشدي، فاطمه غانم، افنان شحاته، فريده مجدي، فرح شرف، صفا سليمان. اما قائمه منتخب الناشئين فضمت كل من مروان سالم، ياسين صبرا، رمضان سعيد، فارس ابراهيم، عمار ابو هاشم، عبد الرحمن السيد، مصطفى زياد، فاطمه محمد، زينب صفا، ندى فايز، سجده غنيم، فريده مجدي، صفا سليمان. والجهاز الفني طبعا بيضم الاسطوره كابتن محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات، ومعاه كابتن السيد ابو ميدان، وكابتن حاتم عبد الاخر، وكابتن محمد علي، وكابتن محمد محي. وطبعا دي لقطات من اخر تمرينه، وهم مسافرين بكره ان شاء الله على نيروبي. ميزه ان نيروبي بتبقى وان يعني رحله واحده دايركت بتبقى على نيروبي. المشكله في نيروبي هي الاكسجين. كلنا لعبنا في كينيا وعارفين ان كينيا ترتفع 4000 قدم فوق سطح البحر، وهو ارتفاع يترتب عليه قلة الأكسجين في الجو. انت عندك 3 ايام بيبقى جسمك لسه محتفظ ببعض الأكسجين اللي انت جاي فيه، بعد 3-4 ايام بيبقى مأساة كبير. انت بتلعب 5 دقايق بتلاقي نفسك النفس قطع، لان يعني انت جسمك محتاج أكسجين، والأكسجين داخل لك قليل. بتاخد لك على الاقل اسبوع او 10 ايام قبل ما جسمك يبتدي يتعدل تاني او يعدل من نفسه. احنا كنا هناك لما بنلعب مع المنتخبات او مع الأندية كنا مفيش، لو رحنا بقى اول 3 ايام بنبقى كويسين، بعد كده بنطلب التغيير مباشره. فانا بشفق عليهم الحقيقه في نيروبي، ان شاء الله هم قدها. الحاجه الثانيه ده دليل ان ليه، او ده يعني اثبات، او يعني زي ما تقولوا يعني اكيد ده السبب ليه عدائين الكينيين هم احسن عدائين في العالم، لان هو عايش في معسكر طول الوقت بيتنفس اكسجين قليل، بيجري في اكسجين قليل، عايش في اكسجين قليل، فهو مش محتاج يعمل معسكرات بره. فعشان كده عدائين كينيا هم الافضل على مستوى العالم، لان حجم الرئه بيكون كبير والاكسجين بيكون قليل، فبيقدروا يتحملوا هذا. فكل التوفيق للجودو ان شاء الله في بطوله الشباب والناشئين، طبعا رجال يعني ناشئين وناشئات، وشباب وشابات الاثنين، مش بس شباب وناشئين. طيب هنروح لاحد الاتحادات اللي برضو عليها عبء كبير، يعني دايما مصر باصه للعبه دي ان هي تقدر تحقق، وهو الخماسي الحديث. وطبعا الجندي صاحب ميداليه الفضيه اللي كان السبب، وهنفضل نقول مرانا وتكرارا هو اللي بفضل الله ساعدنا ان احنا يعني نقفز قفزه كبيره في ترتيب بطوله اولمبياد طوكيو 2020. 43 دوله تؤكد مشاركتها في بطوله العالم للخماسي الحديث، وهو رقم ضخم. طب البطوله دي جت لنا ازاي؟ الصين اعتذرت طبعا بسبب كورونا. فالاتحاد الدولي مباشره توجه للمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد، وطلب منه استضافه البطوله كحل للازمه. وهنا كانت مصر موجوده وجاهزه، لان طبعا مش اول بطوله عالميه يعني ننظمها. يمكن البطوله دي هتنظم في الاكاديميه العربيه او الاكاديميه البحريه باسكندريه، ولكن قبل كده اتنظمت في الجامعه الامريكيه، وقبليها اتنظمت في نفس المكان الجامعه استاد القاهره. يعني عندنا اماكن كتير جدا. بالمناسبه الخماسي هو 5 العاب، اسمه خماسي عشان هو 5 العاب: الجري، السباحه، السلاح، الرمي، والفروسيه. والخمس اهو لسه انا بتكلم، والله شكرا يا جماعه. 5 العاب في الدايره اللي حضراتكم شفتوها، بتجمع نقاط من 5 العاب، وهي لعبه من اقدم اللعبات لانها بتضم 5 لعبات الحقيقه كبار جدا. طيب مين ال 43 دوله المشاركين؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده، ركزوا معايا، شوفوا بقى الدول العظمى في الرياضه اللي جايه: الارجنتين، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، كندا، شيلي، الصين، تايوان، كولومبيا، تشيك، الاكوادور، استونيا، فرنسا، جورجيا، المانيا، بريطانيا، غواتيمالا، المجر، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لاتفيا، ليتوانيا، مالي، المكسيك، مولدوفا، بيرو، وبولندا، واسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا، واوكرانيا، وامريكا، اوزبكستان، فنزويلا، كرواتيا، الدنمارك، البرتغال، صربيا، بالاضافه الى مصر. يعني انا هو ناقص حد يا جماعه في العالم ما جاش؟ انا بس بسال بجد. 43 دوله تقريبا، اوروبا كلها، الاوروبا العجوزه ما بيسموها، واوروبا الجديده، وعندك الاوروبا الشرقيه والغربيه، امريكا، كندا، كل ما فيش دوله ما جاش. فده لو دل فبيدل رقم واحد ان البطوله جامده. لا يمكن اقول قبل رقم واحد بطوله جامده ان مصر بتستضيف البطولات دي بشكل جيد، سواء بنيه تحتيه، خلي بالكوا احنا في محافظات مختلفه، يعني القاهره رحنا اسكندريه، فاذا عندك بنيه تحتيه قويه جدا جدا جدا، من اوتيلات للاستضافه، عندك ملاعب للتدريب، عندك امور كتيره جدا جدا مصر كسبانه فيها. فكل التوفيق للاتحاد الخماسي والمنتخبات المصريه. نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نرجع بعد الفاصل نكمل اخبارنا، لسه الكتير، لا تذهبوا بعيدا. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على بطوله العالم للخماسي الحديث واستضافتها واستضافه مصر ليها، وحبينا نوضح ان الميعاد هيكون من 24 ل 31 يوليو اللي احنا فيه. دي بطوله عالم
هنطلع منها هنروح لبطوله عالم اخرى او كاس عالم، بطوله عالم اخرى وهو السلاح. هتنطلق بكره باذن الرحمن بطوله العالم للسلاح بكره، وافتتاحها بكره. وخلينا اقول لكم الافتتاح، يعني هي بتنطلق، الافتتاح بيعتبر يوم من ايام او فعاليه من فعاليات البطوله. وخليني اقول لكم انه السلاح احنا خدنا الجودو، رحنا وراه الخماسي الحديث، وطلعنا بعد كده على السلاح. يعني يمكن فريق الاعداد الابطال او كلنا كفرقه واحده عارفين اهميه الالعاب دي. الحقيقه انا بشكرهم من هنا لان هم عارفين اهميه الالعاب دي كلعبه ممكن تحقق لنا ميداليه اولمبيه، فلازم اخبارهم تكون معانا كل يوم ونحط الضوء عليهم وندعمهم بشكل كبير، لان هدفنا هو في الاول والاخر مصر. السلاح ماشي، او اتحاد السلاح او لعبه السلاح ماشيه بشكل جيد جدا بقالها سنتين ثلاثه، وحققت انجازات كبيره، هي الاكبر في التاريخ في طوكيو 2020 يمكن الخامس، ده كان انجاز كبير جدا جدا. النهارده عندنا في بطوله اللي فاتت البحر الابيض المتوسط نجحنا في حصد ميداليات، النهارده عندنا بطوله العالم بكره، وهيفتحها دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب، وايضا اليوناني ايمانويل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، والاماراتي سالم القاسمي رئيس الاتحاد العربي للسلاح، ومعهم كابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي. كوكبه كبيره جدا من قياده الدوله المصريه في مقدمه مفتتحين البطوله، او اللي هيحضروا طبعا حفل الافتتاح، وده لو يدل بيدل على دعم الدوله المصريه للنشاطات الكبرى. بطوله عالم في شهر واحد، بطولتين عالم على ارض مصر، واحده في اسكندريه الخماسي الحديث، والسلاح بكره ان شاء الله. طيب برضو ده بيدل على ايه؟ نفس الكلام اللي انا بقوله، ان العالم اصبح عنده ثقه كبيره جدا في مصر. وخليني اقول لكم ان دي استراتيجيه ماشيه بيها وزاره الشباب والرياضه، محدش عارف، ممكن مصر تقدم ملف استضافه كاس العالم، ليه لا؟ مصر تقدر، عندنا الملاعب، عندنا الاوتيلات، عندنا طرق، شبكه طرق من اكبر شبكه الطرق او طفره كبيره جدا في الطرق اللي حصلت في الفتره الاخيره في اي دوله في العالم، يعني نقدر نستضيف بطولات كبيره. طيب البطوله دي هتتلعب فين؟ هتتلعب على مجمع صالات استاد القاهره الدولي في الفتره من 15 لحد 23 يوليو اللي احنا فيه. منتخبنا الوطني هدفه تحقيق ميداليه عالميه او اكثر في طريق اعداده للاعبيه باذن الله الاولمبيات اللي جايه في باريس 2024. وعلشان نعرف اكثر عن تفاصيل الحفله والبطوله لازم نكون معانا طبعا، اكيد حد بنحاول طبعا هيكون معانا مداخله، كابتن احمد نبيل عضو مجلس اداره الاتحاد المصري واحد انشط الاعضاء. اهلا بك يا كابتن احمد. طبعا ببارك لكم وبهنيكم على الاستضافه، وقبل الاستضافه بهنيكم وبارك لكم طبعا على راسه الاتحاد، على راسه طبعا الكابتن عبد المنعم الحسيني في النتائج الجيده المتتاليه. بهنيكم يا كابتن. ربنا يخلي حضرتك، متشكرين جدا. كلمنا يا كابتن عن بكره الافتتاح، كلمنا عن الاستعدادات، كلمنا عن الحضور للافتتاح، كلمنا عن كل شيء عن افتتاح بكره باذن الله. طبعا يعني البطوله ده يعتبر اكبر حدث رياضي موجود في السلاح، هيبقى عندنا حوالي 120 دوله ان شاء الله، بيمثلهم حوالي 2000 لاعب، غير طبعا الاجهزه الفنيه والاجهزه المعاونه لكل فرقه. الاتحاد الدولي كله موجود هنا في مصر دلوقتي حاليا، يعني في اهتمام قوي جدا من الاتحاد الدولي طبعا البطوله دي تنجح وتحقق، يعني تبان بالشكل المطلوب، لان طبعا كمان يعني في برضه يعني زي ما حضرتك قلت كده توجه الدوله ويعني مساعده الدوله والمجهود اللي اتبذل الفتره اللي فاتت عشان خاطر البطوله دي لازم تظهر بالشكل اللي يليق بمصر وباسم مصر. فان شاء الله يعني بكره هيكون في يعني افتتاح، يعني ان شاء الله يعني يبقى حاجه ما اتكررتش قبل كده، وحاجه تبقى يعني جديده من نوعها، وان شاء الله تبقى حاجه يعني تعجب الناس كلها، وان شاء الله البطوله نفسها تبقى بطوله يعني جيده، وان شاء الله نحقق فيها نتائج ونحقق فيها ميداليات ان شاء الله، وتبقى يعني حاجه كويسه، حاجه ريكورد لينا ان شاء الله في. طب قول لي يا كابتن احمد برضو، يعني احنا عرفنا ان على هامش البطوله كان في اجتماع لمجلس اداره الاتحاد الدولي على ارض مصر، الكلام ده كان صحيح؟ النهارده كان في اجتماع لاول مره ان يعني يحصل اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على ارض مصر النهارده في الاستاد، وطبعا الاتحاد الدولي كله موجود هنا، ويعني طبعا دي حاجه يعني برضو يعني دايما الاجتماعات دي بتكون موجوده في مقر الاتحاد الدولي في لوزان في سويسرا، فطبعا دي يعني حدث برضو يعني اول مره يحصل عندنا. طب كابتن احمد يهمني جدا جدا يعني توصف لي انطباعات الوفود، يعني حضرتك راجل يعني عضو اتحاد وراجل نشيط ومن الكتيبه اللي شغاله في صمت، بس اكيد بيجي لك فيدباك من كل الوفود وانطباعهم عن المنشات المصريه، عن الامن والامان،
عن الطفرة اللي حصلت الفنية في لعبة السلاح، وبس الموضوع مش إداري فقط ولكن برضو طفرة فنية. كلمني عن انطباع الوفود وأبرز تصريحاتهم يا كابتن. والله يعني الناس كلها مبسوطة يعني جدا من التنظيم، وال يعني الفيدباك اللي جاي من الناس كلها، الناس كلها سعيده جدا من التنظيم ومن الصالات بتاعه البطوله وصالات التدريب. والصاله طبعا يعني ان شاء الله بكره الناس تشوف الصاله الرئيسيه واستعداد للافتتاح، هيكون حاجه يعني مبهره جدا. فده غير طبعا ان احنا يعني الناس كلها بتحب تيجي مصر عشان خاطر طبعا يعني السياحه عندنا، يعني عندنا طبعا حاجات مش موجوده في اي حته في العالم، فالناس كلها يعني كانت متحمسه جدا لمصر وانها تيجي مصر عشان خاطر يعني هتشوف حاجات ما شافتهاش قبل كده. طب هل يعني على هامش البطوله مرتبين زيارات للاماكن الاثريه؟ خلي بال حضرتك الموضوع ده في منتهى الاهميه ويهمنا حتى كاعلام، وهو ان يعني مصر تبان بالصوره الحقيقيه. يعني هل في مسعى على هامش البطوله تنظيم جولات سياحيه لكبار طبعا الاتحاد الدولي، مسؤول الاتحاد الدولي، كبار الوفود، اللاعبين، هل ده مخطط ولا ده متروك لوزاره الشباب والرياضه؟ طبعا وزاره الشباب والرياضه مع شركه برزنتيشن في طبعا يعني في بلانز لاي حد انترستد ان هو يطلع في اي مكان او يزور اي مكان او يروح اي مكان، الكلام ده هيتوفر له. ده غير ان احنا كاتحاد يعني بذلين مجهود كبير جدا في القصه دي، ان احنا طبعا كل الناس اتحاد دولي وكده، الناس دي ضيوف عندنا هنا في مصر، فلازم الناس دي يعني لازم نبان في احسن صورنا، ولازم ان احنا يعني نودي الناس دي يشوفوا مصر ويشوفوا الحاجات الحلوه اللي عندنا، ويعرفوا ان يعني اسناد بطوله العالم لمصر يعني اسناد عن جداره، وان مصر تستحق الكلام ده. طب قول لي يا كابتن برضو، انا شفت دعم كبير اكيد من الوزاره وشركه برزنتيشن، حضرتك ذكرت الدعم وشفنا قد ايه، يعني يمكن ده اول مره نشوفه، يعني يمكن شركه برزنتيشن من الشركات الكبيره المهتمه بكره القدم وغيره وخلافه، فشايفين النهارده برزنتيشن داخله بقوه بتدعم اتحاد السلاح، بتدعم اللعبه، بتدعم كاس العالم، نفس الكلام الوزاره بتقف على مسافه واحده من كل الالعاب. شايف ده الاتجاه ده رايح بينا على فين يا كابتن؟ طبعا حاجة يعني أنا شايف إن ده حاجة كويسة جدا، لأن طبعا يعني زي ما حضرتك قلت هي شركة كبيرة ومتخصصة، ويعني الكلام ده طبعا بيبقى ليه أثر كبير جدا علينا هنا هوت، ويعني الكلام ده بيبان في التنظيم وبيبان في الإخراج بتاع البطولة. صحيح. بتخرج البطولة بشكل طبعا يليق باسم مصر. حتى احنا شفنا المهندس سيف الوزيري نفسه يعني الحقيقه بيدعم البطوله، ويعني ومنزل طبعا اللوجو بتاع البطوله والاستعدادات، فده في حد ذاته اكيد بيفرق مع اللعيبه والجهاز الفني ان مصر كلها حاسه، الميديا والاعلام والوزاره، فده حاجه بتبقى جيده جدا. اكيد انتم مش محتاجين توصلوا ده للعيبه، اللعيبه حاسه بيه لوحدها. طبعا، وبنشكر شركه برزنتيشن على المجهود الرائع اللي اتبذل وبيتبذل في اخراج بطوله العالم بالشكل اللي ان شاء الله الناس يعني هتبقى مبهوره بيه بكره ان شاء الله. فالحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه، انا بشكرك جدا استاذ احمد او كابتن احمد طبعا، لانه انتوا الحقيقه مشرفينا نتائج، مشرفينا اداريات من الاتحاد اللي بيعملوا في صمت مالكوش حس بصراحه. انا الحقيقه مش عارف اشكركم ازاي، ومش بس بشكركم، انا بتمنى لكم كل التوفيق الحقيقه، لان انتوا يعني نموذج مشرف للاتحاد مصري يعمل في صمت من اجل اسم مصر. بشكرك يا كابتن احمد كتير. شكرا جدا على المداخله الجميله، شكرا. ده كان لقائنا أعزائي المشاهدين مع كابتن أحمد نبيل عضو اتحاد السلاح. الكلام باين، التفكير باين، المنتاليتي باينة. مصر عندها كوادر جميلة، يعني طبعا أنا مش عايز أقول لكم الحلقة بتاعتنا بتاع كابتن عبد المنعم حسين رئيس اتحاد السلاح كانت عاملة إزاي، وإن شاء الله يكون ضيفنا قريب، وهو ضيف دائم في البرنامج، ومناسبة هو رجل أهلاوي، يعني طبعا بصرف النظر على أي شيء، لا يعني هو رجل بيعشق النادي الأهلي، ودي حاجة يعني تشرفنا جدا. اتحاد بيبان الطريقة، الكلام، الأسلوب، الفكر، التخطيط، يعني أتمنى إن شاء الله نشوف الاتحادات كلها بهذا الشكل، ونلاقي يعني دايما مصر في حتة تانية، في الحتة اللي تستحقها الدولة المصرية. هنروح لبطلة من بطلاتنا في المصارعة، سمر حمزة. يمكن اللعبة دي دايما بيقابلها سوء حظ. سمر من لعباتنا الكبار في المصارعة، لعبت التصنيف بطولة التصنيف العالمي في تونس وفازت بالبرونزية في إنجاز جديد. دي سمر طبعا حمزة نجمتنا الكبيرة في المصارعة وأحد المرشحات لميدالية أولمبية في 2024 في باريس. سمر حمزة لعبة منتخبنا الوطني للمصارعة، حققت المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركتها ببطولة التصنيف العالمي واللي اتلعبت منذ أيام في تونس الشقيقة. سمر حققت الميدالية البرونزية بالرغم من إصابتها في نصف النهائي،
ده اللي تسبب في إصابتها، ولكنها أصرت على استكمال البطولة وفازت في مباراة البرونز عشان تحقق ميدالية غالية. سمر كانت حققت الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط واللي اتلعبت في الجزائر نهاية الشهر اللي فات، وكمان هي أول مصرية تحقق ميدالية في بطولة العالم بعد ما كسبت الميدالية البرونزية في بطولة العالم الأخيرة. نتمنى لك كل التوفيق لسمر، الحقيقه بتبذل مجهود ودعم كبير جدا من اتحاداتها. بس الحقيقه قبل ما اطلع لفاصل عشان استقبل ضيفي كابتن محمد عبد الوارث، انا الحقيقه عايز طبعا اوجه كلمه لمنتخب اليد التونسي. الحقيقه هم عملوا مباراه جيده، الاشقاء في تونس ليهم معزه عندنا كبيره جدا، ولا تلتفتوا لاي كلام بيتقال. تونس شقيقه، بلد شقيق، يعني يمكن اكبر محترفينها اكبر او احسن محترفين جم النادي الاهلي او جم مصر كانوا من دوله، يعني من افضل طبعا المحترفين من دوله تونس الشقيقه، لان الحقيقه في بعض الكلام اللي بيتقال من هنا او من هنا، يعني الكلام ده طبعا احنا يعني متمسكين ان المنتخب التونسي من افضل منتخبات كره اليد اللي موجوده، ومصر وتونس دايما اشقاء، وهو البطل التاريخي 10 القاب، فده طبعا ما يقللش ابدا من المنتخب التونسي لكره اليد. بنتمنى له كل التوفيق وكل الاحترام، انا بقول لكم كل الاحترام للاشقاء التوانسه. شفت النهارده عملوا جيم قوي جدا، وعندنا كمان الشهر الجاي في باسكت بول هيلعب تونس هناك، فاذا البلدين دايما ما بيننا وبين بعض تنافس رياضي شريف في الاخر بيجمع الاشقاء، دايما الاشقاء بين مصر وتونس، يعني زي ما بيقولوا حاجه علاقه دم، يعني احنا يعني بلد واحده وكلنا. وشفنا كمان في الجزائر، شفتوا الجزائر، الشعب الجزائري اللي احنا من هنا اشدنا له وشكرناه، مش احنا بس، كل نجومنا اللي شرفونا اللي جم من مهران في بطوله البحر الابيض المتوسط، وقد ايه الدعم الجزائري الغير محدود. مصر كانت بتجلجل وبتهز يعني كل جوانب الاستعدادات، وهي دي اللحمه العربيه، وهي دي الترابط العربي اللي بنطلع بيه في من الرياضه. دايما الرياضه تكون سبب لتقارب الشعوب، وهو ده، ما بالك بقى هذه الشعوب شعوب عربيه، يعني بيربطنا علاقات تاريخيه كبيره جدا. فالحقيقه انا بقول وبكرر، وده لازم يبان ولازم يعرف، كل الاحترام والتقدير لمنتخبات تونس الشقيقه، واهلا بيهم في اي وقت، واحنا مرحب بينا، ده بيتنا ومكاننا في تونس، ودايما بنحس ان احنا بنلعب في بلدنا التاني تونس، فده مش محتاج كلام، وانا حبيت اكد عليه. احنا كرياضيين عارفين قيمه وقامه كل المنتخبات التونسيه. بشكركم، خليني اطلع لفاصل وارجع تاني عشان نقابل او نقعد مع كابتن محمد عبد الوارث نجم كره اليد. عندنا الكثير نقول عن بطوله افريقيا اللي خلاص هتنتهي بكره ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي اللي منورني ومشرفني، نجم منتخب مصر والنادي الاهلي كره اليد، الكابتن محمد عبد الوارث. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا كابتن هيثم، منورنا في قناه النادي الاهلي، ده بيتك يعني. الله يخليك، نورك يا كابتن هيثم. كابتن محمد، يعني اكيد حضرتك تابعت بطوله افريقيا، يمكن ده الحدث اهم، بكره نهائي افريقيا الساعه 9 مصر والراس الاخضر، في اول مره في التاريخ الراس الاخضر توصل. كلمنا بشكل عام على المنتخب، يعني كلمني على الاستعدادات، خلينا نرجع للبطوله شويه، المنتخب استعد ازاي لهذه البطوله، ايه يعني كان هدفه من البطوله دي، يعني كلمنا بشكل عام عن البطوله من خارج لغايه ما نخش في التفاصيل. والله المنتخب استعداده كان عباره عن بطوله البحر المتوسط، خد فيها ميداليه، كانت نهائي ما بينه وبين اسبانيا، طبعا عمل ماتش قوي. البدايات اللي قبل كده كان طبعا ضغط الدوري والدنيا ما كانتش، يعني ما كانش في وقت ان هم يبقى في استعداد كبير، معسكرات كتير ان هم يقدروا يبقى في، هي كانت بالنسبه له بطوله البحر المتوسط هي دي كان الاستعداد لبطوله افريقيا. طب تونس اشتركت في البحر المتوسط برضه؟ طبعا تونس اشتركت، كانت موجوده في البحر المتوسط. الجزائر كانت هناك طبعا. طبعا كل الفرق، يعني اقول لحضرتك انه اغلب المنافسين او اغلب الناس بالزبط. او اغلب الفرق القويه كانت في البحر الابيض المتوسط، فكان اغلب الفرق او الثلاث فرق الكبار اللي هم مصر الجزائر تونس كانوا مشاركين، والمغرب كمان شاركت بطولة محمد المتوسط ولا ما شاركتش؟ المغرب لا تقريبا ما شاركوش، صح؟ تقريبا ما يعني بلغوني ما شاركوش. فاذا انت عندك ثلاث فرق من شمال افريقيا، اثنين ومن مصر، فاذا يعني كانت هي الاستعداد الاساسي بطوله البحر الابيض. طبعا تقريبا. طيب. عن كل الفرق المنتخب يعني شايفه اعماره السنيه، هل هو كمنتخب للمستقبل ولا حاضر فقط؟ لا طبعا منتخب المستقبل، طبعا مش الحاضر دلوقتي، في عناصر شابه كتير، في وجوه جديده تبدا تخش زي مهاب، ده مواليد 2002 2003 كمان، مهاب سعيد. مهاب سعيد اللي هو العيله عند النادي الاهلي، لعيب هايل جدا وليه مستقبل هايل جدا. بقيه الاعمار اللي موجوده يعني تقريبا اكبر اعمار مواليد 88، باستثناء احمد الاحمر هو القائد، كابتن الفريق طبعا، هو مواليد 84، لكن باقي الاعمار في بقى ال 92 و90 88 94، يعني الاعمار بتقل، فعندك لسه قدامهم يعني وقت كبير جدا ولسه مشوار طويل،
وبصراحه بروندو عامل تشكيله هايله جدا. الاعمار السنيه اللي موجوده في منها خبرات، يعني حتى الاعمار السنيه اللي هم الصغيرين عندهم خبرات، لعبوا فترات كتيره مع الانديه بتاعتهم فعندهم خبرات كويسه، ولعبوا منتخبات شباب يمكن عندنا طبعًا مجموعه طبعًا جيده جدا سواء في الانديه المصريه في الاهلي والزمالك بالاخص، لعبوا أكيد منتخبات وحصلوا على بطولات عالم، يعني اكيد طبعا يعني مش بطولات ميداليات او مراكز عالميه كمان، وزائد بطوله عالم كمان أكيد حصلنا طبعًا عليها، فشايف انهم عندهم خبرات جيده. طبعا وده بان في البطوله، يعني ما بالغش مدير فني المنتخب الجزائري لما قال ان مصر هتتسيد القاره الافريقيه في كره اليد لمده 10 سنوات قادمه. لا هو يعني هو ده الطبيعي، وده اللي احنا شايفينه من بطوله العالم اللي كانت موجوده في مصر عندنا، زائد بعديها الاولمبياد. لا كان واضح وصريح جدا لكل الناس ان فعلا منتخب مصر هو دلوقتي بيتسيد وهيتسيد فتره طويله كمان. طب يا كابتن يعني ترجع ده لايه؟ يعني برضو احنا محتاجين نحلل ليه كره اليد دايما كلعبه جماعيه افضل لعبه جماعيه في مصر من ناحيه الانجازات الدوليه. بس عايز اقول حاجه، يعني كره اليد يمكن هي متركزه اكتر في اوروبا، امريكا اللاتينيه مش بالقوه الكافيه، يمكن امريكا نفسها دوله كبيره، الصين مش موجوده، اسيا تقريبا مش موجوده، فاذا الدول قليله اللي موجوده، ولكن اوروبا عدد الفرق اللي بتشارك كتير. يعني اوروبا لو بنقول مثلا في كره السله هم 5 6 7 دول كبار، لا كره اليد كل اوروبا جامده. طبعا. طيب شايف ده بترجعه ليه؟ ليه احنا مميزين كده؟ اول حاجه لعبه الهاندبول هي لعبه تقدر تصنع لاعب فيها، هي مش محتاجه المهاره على قد ما هي ان انت تقدر تصنع لعيب. بغض النظر لو في عندك موهبه موجوده، دي التطوير بتاعها بيبقى سهل، مش محتاجه صعوبه زي كره القدم ان هو لازم موهبه تبقى موجوده لازم، لا. لكن الهاندبول عندنا تقدر ممكن اي لعيب اي لعيب ممكن في خلال سنه سنتين تقدر تحوله لعيب هاندبول ولعيب هاندبول هايل. طب هل اللعبه كمان بتناسب نمط الجسماني المصري، الجينات المصريه؟ دلوقتي طبعا في الجينات وال يعني الفتره الموجوده دلوقتي في طفره حصلت في الجينات في البدنيه في الاجيال اللي موجوده من اول الاجيال اللي هو 2000 و2002 و2004 وفي الاجيال اللي بعديهم. لا في ما شاء يعني الله، يعني قصدي حضرتك ان احنا لما اهتمينا بالناحيه البدنيه طبعا طبعا بقى ده مع جيناتنا بان الطفره بان الشكل بالظبط. وكمان اللي حصل ان في تطور حصل كبير قوي في الهاندبول، طريقه اللعب نفسها، اسلوب اللعب نفسه، زائد ان الدنيا بقت مفتوحه اكتر بالنسبه للعيبه الهاندبول دلوقتي ان هو يقدر يسافر. الاول ما كانش الموضوع صعب، يعني الاول كان الموضوع صعب جدا، انديه متمسكه بلاعبيها طبعا، انديه متمسكه، كان الاتحاد كمان كان فيه لوائح موجوده ان هو الاتحاد لازم بقرار من الاتحاد ان هو يطلع. لكن دلوقتي اللعيب بقى حر، مجرد ان هو عقده بينتهي بيقدر يسافر في اي حته، الايجنت بقى موجود كتير جدا ان هو يقدر لعيب يطلع يلعب هنا ويلعب هنا ويلعب هنا. وبدليل اللي احنا عندنا في منتخب مصر في لا يقل عن 6 7 بره بيلعبوا في الخارج، محمد علي، سند، دودو، الدرع، يحيى خالد، علي زين، علي زين طبعا بطل اوروبا مع برشلونه. فطبعا الحاجات دي ما كناش لاقيين، يعني ما كانتش موجوده الفتره الاخيره، فدي طبعا سبب من الاسباب ان اللعيبه بدات تنضج فنيا. يعني بقى الفرق ما بينها وما بين لعيبه اوروبا، لا انا زي زيك ما فيش اي اختلاف. فهو ده اللي حصل، التطور ده طبعا، تطور الهاندبول نفسه اتغير. فانا شايف ان لعبه الهاندبول بالنسبه لمصر هي طبعا حاجة هتفضل موجودة، عمرها ما هتنتهي، هتفضل موجودة في البطولات العالمية، وهنفضل موجودين من أول 4، مش هنقول من أول 7 زي ما كنا بنقول قبل كده، هنبدأ من أول 4. طبعا احنا دلوقتي الحمد لله دلوقتي من 4 الأوائل، حتى في الأولمبيات اللي هي أعلى بطولة موجودة انت تقدر توصل، وتقدر توصل بسهولة. طب سؤال يا كابتن محمد، هل مستر بروندو المدير الفني لمنتخب مصر اضاف لمنتخب مصر؟ طبعا اضاف كتير جدا. طريقه اللعب اصلا الطريقه الاسبانيه هي انا من وجهه نظري هي قريبه او اللعيب المصري يقدر يتاقلم عليها بسهوله. وده مش في اليد ظهر بس، ده كمان في السله. طبعا. يعني المدرسه الاسبانيه مناسبه، يمكن نمط الجسماني قريب من بالظبط، يعني فحضرتك شايف انه اضاف برضه. اضاف بطريقه غير طبيعيه، انا دي من وجهه نظري. هو عنده، هو بيبص على التفاصيل الحاجات الدقيقه جدا، هي دي اللي بتغير الشكل، هي دي اللي بتحصل الطفره وتخلي اللعيب نفسه ان هو ازاي تبقى انت فاهم
اللي انت بتعمله، مش مجرد ان انت نازل تأدي. صحيح. انت اهم حاجه تبقى فاهم وتبقى مقتنع انت بتعمل ايه وامكانياتك ايه كمان. بالظبط. وعايز تروح فين. بالظبط. هو بيلعب على كل الامكانيات اللي موجوده عنده، امتى ده يبقى موجود، امتى ده يبقى موجود. ودلوقتي بطوله افريقيا انا شايف الفرق اللي موجوده مش بالقوه الكامله، فهو دي حاجه ساعدته، دي من وجهه نظري، ان هو بدا يشارك كل المجموعه اللي معاه، فيبدا يقدر يبقى عنده يكتشف جديد. كتير، يبدا بالظبط يبدا يعمل يعني يبدا يشوف عناصر جديده، يبدا يدخل عناصر جديده موجوده، وده اللي حصل منه. ممكن نكون في ماتشات كانت الدنيا بدات يعني، هو ماتش تونس بالذات الماتشات كلها احنا كسبين احنا كسبين سكور. ماتش تونس اللي هو هو بدا يبدا يغير التشكيلات، يبدا يشوف، يبدا يبقى في تطور. طب يا كابتن، يعني في البعض بيقول انه احنا بنكسب عشان المنتخبات ضعيفه، في الوقت اللي احنا بنقول احنا يعني كناس فني يعني فنيين وفاهمين الرياضه ان لا احنا مسهلين الدنيا عشان منتخبنا قوي. دي حقيقه. انما المنتخبات مش ضعيفه، بدليل الكونغو طلع مع تونس بعد اكسترا تايم. بالضبط. عندك راس الاخضر طلعت المغرب. بالضبط. فالمنتخبات لا يعني في مفاجآت فاذا الموضوع احنا اللي مسهلين الدنيا علينا، مش بالضبط ان الفرقه ضعيفه. انت معاني رأي؟ لا بص، انا هي انا رايي طبعا احنا المنتخب بتاعنا هو مش منتخب ضعيف، هو مستر بروندو هو دلوقتي زي ما قلت لك هو بيدور على ان هو يبقى فيه تغييرات، يبقى فيه بدايل وجيل جديد. عشان طبعا عشان اجيال جديده تطلع، فهو بيدور على الحته دي. فهي الناس يعني المنتخبات التانية مش ضعيفة، المنتخبات التانية طبعا مش ضعيفة، احنا طبعا الفريق طبعا قوي جدا، عندنا عناصر قوية جدا، هو بيريح العناصر دي كمان. وهو في ممكن يكون فرقة تونس مثلا فيها تغييرات، فيها نواقص، انا معهم طبعا، بس فرقة تونس طبعا طول عمرها ماتشات مصر وتونس طبعاً ليها شكل تاني، ماتشات مصر والجزائر ليها شكل تاني. لا انا مش شايف ان في ضعف من الفرق قد ما في برضو عندهم هم تغييرات، وهم عندهم تجديد الدم موجود في الفريق، فده ما يقللش منهم، ده ما يقولش ان هو ده فرقه ضعيفه. لا عندهم عناصر وشباب كويسين جدا طبعا، بس هي ممكن يكون الفتره بتاعتهم ما خدوهاش الكافيه، الخبرات ما مش موجوده الكافيه، بس كعناصر لا عناصر قويه جدا. طب كابتن، خلينا برضو الساده المشاهدين عشان يبقوا يعني مقربين من الارقام، في سجل تاريخي لابطال الامم، يعني اكتر دوله حصلت على البطولات وتواريخها، يعني لو حضرتك تستعرض مع الساده المشاهدين السجل التاريخي لابطال امم افريقيا لكره اليد، اتفضل يا كابتن. هو طبعا السجل التاريخي لابطال افريقيا كان طبعا تونس رقم واحد 10 مرات، مصر 7 مرات، الجزائر 7 مرات، تونس 94 74 76 79 94 98 2002 2006 2010 12 18. نعم. منتخب مصر 91 92 2000 2004 2008 2016 2020. الجزائر 81 83 85 87 89 96 2014. يعني يا كابتن خلينا يعني نتكلم يعني بتفاصيل اكتر شويه. يعني تونس واخده 3 ألقاب في السبعينات، تمام. مصر كانت شبه متغيبه تماما. دي حقيقه، مفيش يعني اليد انا اللي اعرفه بدانا في الثمانينات في يعني في اواخر يعني في اواخر الثمانينات كمان اللي هو احنا بدانا من اول 91 اللي هو بدايه يعني التسعينات اواخر الثمانينات. هنشوف تونس كمان، يعني تونس واخده يعني 3 ألقاب من قبل احنا ما نخش في المنافسه خالص. جينا لما دخلنا في المنافسه تونس كنا بنتبادل مع بعض الايه النتائج، يعني احنا خدنا 91 وخدنا 92 2000 هم خدوا 94 وخدوا 98، يعني بالزبط. في الحقبه دي التسعينات مصر وتونس تشاركا في 4 ألقاب في التسعينات، تمام. من اول الالفينات لا، مصر واخده من اول بقى من اول 2000 مصر واخده 1 2 3 4 5 ألقاب في الالفينات، تمام. في الوقت اللي تونس اللي هو الحامل اللقب التاريخي حصل فقط على من اول الالفينات 1 2 3 4 5 برضه، 5 تمام. يعني من اول 2000 حتى الان 2022 10 ألقاب، 5 مصر 5 تونس. بالظبط. فبرضه ده يدل لك ان يعني منتخب تونس في الالفينات والسبعينات يمكن هو فتره التسعينات كان غايب شويه، لان بالزبط. في وقت التسعينات مصر كانت دخلت تخش بقوه فيها. بالظبط كده. طيب الجزائر مثلا، الجزائر خدت اغلب القابها في الثمانينات. في الثمانينات 81 83 85 ده واخد كله ثمانينات، وحقبه الثمانينات كلها واخدها اللي هي الخمس بطولات في الثمانينات الجزائر اللي واخدها. بعد كده خدت لقب واحد في التسعينات ولقب واحد بعد الالفينات. بالزبط. يعني من 2000 ل 2010 ولا لقب.
بالزبط. فالجزائر من اخر 22 سنه هي تعتبر بعيده تماما لقب واحد في اخر 22 هو سنه. كان في فتره دروب كامله في الفتره دي لبطوله افريقيا نفسها للمنتخبات كلها، ما كانش فيه التوازن نفسه، ما كانش موجود، كان الفرق كان برضو كان الطفره بتحصل بس لسه ما وصلتش عندنا. الطفرات اللي كانت بتحصل كانت بتحصل في اوروبا بس لسه ما وصلتش عندنا في مصر. فطبعا اول ما وصلت عندنا في مصر بدا الشكل يتغير تمام. نعم. طيب احنا كنا برضو عايزين زي ما حللنا السجل التاريخي لابطال امم افريقيا نروح للدول اللي استضافتها، بس اعرف يعني تحليل حضرتك بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد والنهائي بكرة مصر والرأس الأخضر، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد ومستمرين طبعا في تحليلنا للأرقام والإحصائيات لبطولة أفريقيا لكرة اليد وطبعا النهائي بكرة مصر والرأس الأخضر. كابتن محمد عبد الوارث ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو. يمكن كلمنا بالفاصل يا كابتن محمد عن الأبطال التاريخيين لبطولة أفريقيا، يمكن تونس في المركز الأول بعشر ألقاب، مصر السابع، إن شاء الله بكرة يبقى اللقب الثامن إن شاء الله، يأتي بعد ذلك الجزائر بسبع ألقاب. خلينا نروح للدول الأكثر استضافة لبطولة الأمم أفريقيا عبر التاريخ، تفضل يا كابتن. طبعا مصر ست أعوام، 83، 91، 2004، 2010، 2016، 22. نعم. وبعديها تونس خمس مرات، 74، 81، 94، 2006، 2020. وبعديها الجزائر أربع مرات، 67، 89، 76، 76، 89، 2000، 2014. في بعديها المغرب ثلاث مرات، 87، 2002، 2012. وأخيرا أنجولا مرتين، 85 و2008. فيما بقى استضاف في خمس بطولات، كانت الكونغو، كانت كوتيفوار، كانت كل بلد مره واحده. بالظبط، كونغو، كوتيفوار، بنين، جنوب افريقيا، الجابون. بس الملاحظه يا كابتن انه الاتحاد الافريقي حرص في يمكن اخر 10 سنوات لو بصينا كده على تنوع استضافه بطولات افريقيا. يمكن دي منصوري أريمو رئيس الاتحاد الافريقي كان حريص، او من الاتحاد بتاعه كان حريص انه ينشر اللعبه اكتر. اكيد طبعا. ويمكن نشر اللعبه ده بيكون يعني من اوائل يعني طرقه او الاسلوب بتاعه ان انت تنظم البطوله الكبيره او الاكبر في دوله من الدول. تمام. يعني هنلاقي مثلا الجابون في 2018 مثلا دوله بعيده خالص عن الخريطه ودخلت في 2015. عندنا كمان لو بصيت 2014 الجزائر، عندنا 2000 مثلا وانجولا 2008. يعني قصده المغرب 2012. بالظبط، ان هو نجح في المغرب 2012 و2002. بالظبط، يعني تحس ان برضو الاتحاد الافريقي عنده رؤيه لنشر اللعبه جوه افريقيا، وده دليل النهارده ان الفاينل الرأس الاخضر. بالظبط طبعا، في زي ما قلنا احنا في البطوله دي في مفاجآت كبيره جدا. بدات الفرق الافريقيه بدأت تظهر بشكل، بدأ اللعيبة الأفريقية بدأت تبان على الساحة الأوروبية كمان، في الساحة في الدول الخليج بدأت تبقى منتشرة كتير جدا، وده اللي بان في البطولة السنة دي إن هي إن لا، في فرق أفريقية موجودة في المربع، في فرق أفريقية موجودة يعني زي فرقة اسمه ده الكرة الديمقراطية والرأس الأخضر، طبعا ان هي تبقى الكونغو. اول مرة طبعا الكونغو الديمقراطية من بقالها فترة يعني فيها عناصر موجودة كويسة، وجايبين مدربين اجانب، وفي طبعا مدربين اجانب. الرأس الأخضر طبعا ان هي تبقى موجودة في نهائي بطولة افريقيا اول مرة في تاريخها، حسب مين؟ حسب المغرب. بالظبط. فطبعا لا، انا شايف ان هي الاتحاد الافريقي طبعا ليها على حساب انجولا. يعني خلي بالك، طلعت اطاحت بفرقتين اقوياء جدا. وعايز اقول لك على حاجه، انا مش عارف حضرتك تشاركني الراي ولا، انا شايف ماتش بكره في البدايه هيكون صعب. يعني الرأس الاخضر في البدايه هيكون المباراه فيها شد وجذب، بدون ضغوط وبيلعبوا، عايز يلعب ماتش حلو في البدايه. في البدايه هو فرقه الرأس الاخضر هتبقى هم عندهم ميزه، يعني هتبقى هم في حته ان هم ما فيش حاجه بيبكوا عليه، هم عملوا اللي عايزينه وبزياده. صح، خلاص. فهينزل، هو نازل يتبسط من الاخر. هيعمل ايه اكتر من ان هو وصل فاينل مع منتخب مصر، ان هو من اول اربع اولمبيات، اول تاني البحر الابيض المتوسط، بحر ابيض متوسط، كاس عالم،
فانت بتتكلم ان هو خلاص كده، ما اعتقدش ان هو سقف طموحه خلاص. انا هعمل ايه تاني؟ ضغوط افهم من كلامك. بيلعب طبعا، هو ما عندوش ضغط. خلي بالك دي تاني مشاركه الراس الاخضر، يعني الراس الاخضر في مدار تاريخه شارك مره ودي التانيه يوصل فاينل. بالظبط. فدي طبعا بالنسبه له ان هو احنا منتخب مصر قلب عليه عبء كبير جدا وضغط كبير جدا في بدايه المباراه، لو ما قدرش يسيطر عليها هيلاقي طول المباراه الماتش زي ما بنقول كده هيبقى فيه رخامه في المباراه. كنا بنطلع نقول ماتش رخم. بالظبط. وانا ما احطش نفسي تحت ضغط، لازم من بدايه اول 10 دقائق لازم انهي الموضوع بدون اصابات بدون مشاكل بدون شد اي حاجة. انا بلعب يعني في ارضي قدام جمهوري، ناس جايه كلها عشان تشجعني، مش عايز ابقى في موضوع في شده، على قد ان هو برده ممكن توصل حته ان هو ايه انا هكسب في الاخر. لا، كلمه انا هكسب في الاخر دي ممكن ما تجيش، وبخاصة ان احنا عندنا مفاتيح، عندنا لعيبه بتلعب في اعظم الدوريات في اوروبا، ومش بيلعبوا بس، عندنا سند، عندنا يحيى خالد، عندنا علي زين، يحيى الدرع، عندنا يحيى الدرع، محمد علي، الطيار، ممدوح هاشم، خيري برضو اللي رجع الاهلي السنه دي. لا في مجموعه كبيره، عناصر كبيره جدا. يعني انا قصدي اقول ان حضرتك بتقول ان منتخب مصر يملك الادوات اللي يقدر بيها يحسم المباراه بكره. اكيد طبعا، اكيد. وانا من رايي ان هو لازم يحسم المباراه من البدايه عشان يبدأ يرتاح. طول المباراة يبقى الدنيا مستقرة، يقدر يبقى عنده فرص ان هو كل المجموعة تشارك عشان ما يحصلش إصابات، عشان ما يحصلش إجهاد، الناس تبقى براحتها، يبقى ماتش جميل، نفرح ان شاء الله ونقول ونبارك. طبعا اللقب الثامن، ونبارك للمنتخب. طبعا احنا فرحانين بالتواجد في العالم، بس اللقب مهم. طبعا. طب كابتن، خليني يعني نستعرض مع السادة المشاهدين المجموعات، يمكن الناس يعني نذكرهم كده المجموعات، وكان ايه المجموعه الاولى، ومين الفرقه المجموعه الثانيه والثالثه والرابعه، عشان يعرفوا البطوله كانت عامله ازاي. اتفضل. المجموعه الاولى طبعا كانت منتخب مصر، منتخب المغرب، الكاميرون. المجموعه الثانيه كان غينيا، الجزائر، الجابون. المجموعه الثالثه تونس، راس الاخضر، نيجيريا. المجموعه الرابعه انغولا، الكونغو، السنغال، زامبيا. طيب انا يعني من وجهه نظري كده انه المجموعه الثالثه كانت اقوى مجموعه بالنتائج. المجموعه الثالثه دي فعلا، لانها طالع منها تونس، كانت تونس والراس الاخضر. بالظبط كده. ونيجيريا هتلعب بكره على كاس الرئيس، يعني انت عندك تونس وصلت قبل النهائي قدام مصر، خسرت يعني بعد اداء مشرف، وعندك الراس الاخضر وصلت فاينل مع مصر ايضا. وعندك نيجيريا بتلعب على كاس الرئيس. وخلينا نوضح كاس الرئيس ده برضو، كاس الرئيس ده الفرقه اللي بتطلع بتبقى ملهاش امل في المشاركه او امل في البطوله ما بتروحش، وبتلعب حاجه اسمها كاس الرئيس، بيقعدوا يلعبوا على كاس تاني كفرق لم تتاهل، ويرتبوا من بعد الثامن، واللي بياخد الترتيب ده او اللي بياخد المجموعه دي بياخد نيجيريا والسنغال بياخد كاس الرئيس. يعني بتهيألي المجموعه الثالثه هي الاقوى. رايك يا كابتن محمد ايه؟ طبعا المجموعه الثالثه، وانا برضو شايف ان مجموعه مصر برضو مجموعه مش ضعيفه، مجموعه قويه مع المغرب والكاميرون. الكاميرون فيها هاندبول كويس، مش ضعيف. فاب الكاميروني كمان فريق كبير. طبعا فاب الكاميروني هو من تقريبا من اكتر يعني الفرق الانديه اللي هي واخده بطولات افريقيا انديه. نعم، فاب الكاميروني. فطبعا اللعبه فيها جيده. طبعا لا يعني عندهم عناصر قويه جدا، عندهم هاندبول كويس. انا شايف المجموعتين الاولى والثالثه هم من اكتر المجموعات اللي هي الاقوى، لان طرف قبل النهائي والنهائي من المجموعتين دول الاولى والثالثه. بالظبط. هو انت طبعا هم دول اللي موجودين طبعا في المربع. بس الغريبه كابتن يعني هبوط مستوى انغولا، الجميل الجديد السنغال دخلت في كره اليد. السنغال كنا دايما باسكت، كوره، طبعا فولي بول، انما اليد ما كناش نسمع عن السنغال. النهارده السنغال بتلعب على كاس الرئيس مع نيجيريا. دي حاجه. رايك ايه في الملاحظه دي؟ لا دي حاجه يعني انا شايف طبعا ان هي في فرق بدات تظهر، وفي يعني في منتخبات بدات تركز في الهاندبول اكتر. نعم. عشان زي ما قلنا في البدايه لعبه الهاندبول هو سهل ان انت تصنع. صحيح. لعبة. مش مكلفه. يعني يعني تناسب الافارقه بشكل كبير. طريقه اللعب وطريقه لعب الهاندبول نفسه ممكن اي حد يقدر يلعبه. وممكن اي حد يبدا يتطور فيه. اقول لك على قصه يا كابتن، يمكن اول مره اقولها لحضرتك على الهواء. عارف كابتن مروان رجب؟ عارف طبعا كابتن مروان رجب. انا كنت في منتخب سنه 1992، منتخب كره السله تحت 18 سنه. وكان ماسكه مدير فني كابتن طلع الجنيدي. انا باكد كلام حضرتك عشان اقول لك ان انت بتتكلم صح. كان مدير فني كابتن طلع الجنيدي رحمه الله عليه، كان رئيس جهاز، بعد كده كان رئيس جهاز الرياضه،
وهو كان ساعتها مدرب منتخب الشباب، جابوه عشان اهميه هذا المنتخب، كابتن محمود احمد علي رئيس الاتحاد جابه. كان مين بيلعب باسكت ساعتها في سبورتنج؟ مروان راجب. تمام. وراحت له استدعى على النادي سبورتنج، وجينا اول تجمع بيقولوا الاسامي فلان وفلان 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 وفلان، كابتن مروان راجب من سبورتنج، فين يا جماعه كابتن مروان راجب؟ قال لك لا يا جماعه ده راح لعب مع منتخب اليد. منتخب اليد ده لعب معانا الدوري السنه اللي فاتت في الباسكت. قالوا لا، قالوا بابا كان، انا ما اعرفش بقى المعلومه دي صح ولا لا، بابا كان مدرب بيد. قالوا لا يا ابني سيبك من الباسكت، تعالى لعبك يد. في خلال سنه، اقل من سنه، كان في منتخب مصر لكره اليد. عندنا نفس النموذج ده، كابتن احمد سالم. مدرب الفريق الاول في النادي الاهلي طبعا. هو كان لعيب فولي ولعيب هاندبول، وفي منتخب الفولي وفي منتخب الهاندبول. شفت يعني كلامك صح بكل، يعني انا بس كابتن مروان ليه، لان كابتن مروان نفسي جيلي بالظبط، وكنا فانت كابتن احمد سالم ده ما اعرفهاش. لا في، لا لا كابتن احمد سالم كان امثله كتير على كده. لا لا، وفي امثله كتير. في امثله كتير، ناس كانت بتلعب لعبتين ومتفوقين منتخبين في نفس الوقت. بالظبط، هو كابتن احمد سالم كان في منتخب الفولي وكان منتخب الهاندبول. حاجه حلوه قوي. طب يا كابتن خلينا احنا بنشجع طبعا الساده المشاهدين وكل يعني عشاق الرياضه ان هم يمارسوا الرياضه، مش بس يهتموا باخبارها. بالظبط، وهي دي سياسه الدوله المصريه دلوقتي، هي ممارسه الرياضه والاهتمام بالعنصر البدني والصحه العامه. خلينا يا كابتن نتكلم عن مشوار مصر في امم افريقيا لكره اليد اللي نهائي بكره، يعني نستعرض مع حضرتك مبارياتنا ونتائجنا. اتفضل يا كابتن. مشوار من اول بطوله كان مصر والكاميرون 40-17، مصر والمغرب 36-21، ربع النهائي كان مصر والجزائر 34-19، نص نهائي مصر وتونس 29-27. طب سريعا كده برضو مع مشوار رأس الأخضر، برضو عشان رأس الأخضر مشوارها كان صعب شوية، هناخدها مع منتخب مصر. اتفضل يا كابتن. ماشي. رأس الأخضر ونيجيريا 35-29، رأس الأخضر وتونس 24-30 لتونس في المجموعة. ربع نهائي كان راس الاخضر وانجولا 24-23، راس الاخضر في النص نهائي مع المغرب 23-19. يبقى اذا الحصان الاسود بمعنى فعلاً الكلمه هو الراس الاخضر. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن امم افريقيا، لدينا المزيد، انتظرونا بعد الفاصل ما تروحوش بعيد. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين طبعا تحليلنا والهاي سبوت اللي احنا حاطينه على بطوله افريقيا لكره اليد اللي بتقام على ارض مصر، والنهائي بكره ان شاء الله مصر والراس الاخضر. يمكن قبل ما اروح لاستكمال بعض الاحصائيات، عندي معلومه كنت قلتها في البدايه، وهي احمد هشام سيسا. الحقيقه احمد هشام سيسا حتى الان هو هداف منتخب مصر، رصيد 16 هدف. تمام. واحمد وينج، ويعني وده يعني بيدل انه يعني اللاعب يعني فورمه كويسه، وفي نفس الوقت المنتخب طريقه لعبه جيده. تمام. تحليلك ايه ان احمد هشام سيسا هو هداف المنتخب؟ طبعا هو وضع طبيعي ان انا لازم عندي يبقى الوينجات، وهم المفروض ان هم بطريقه لعب باروندو ان هم يبقوا هدافين البطوله. طب ليه ليه في الدوري احنا مش كده؟ ما هي حسب طريقه اللعب. في مدربين اعتماد كلي ان انا دفاع فاست بريك، دي طريقه لعبي ال 70%. تمام. عشان كده ال 30% بجد بتحط بالفاست بريك. بالظبط. وال 30% بتاعتي ان انا هجومي المنظم، او 30-40% ده هجومي المنظم. بس باروندو بيعتمد اعتماد كلي ان انا دفاعي قوي 100%، جري الفاست بريك، وينجاتي اول حاجه. دي طريقه لعب باروندو، ودي الطريقة الحديثة اللي المفروض العالم كله بيبدأ يشتغل عليها، ودي الطريقة الأسهل للمكسب. صح، دفاع قوي وفاست بريك. بالظبط. ده في كل الألعاب مش في اليد بس. بالظبط. ودايما هتلاقي لو جينا للإحصائيات اللي هي إحصائيات العالم والبطولات الأوروبية، هتلاقي هي دي الأغلبية، هتلاقي فيه الوينجات هم أعلى أهداف. ده وضع طبيعي إن هم عندهم سند. أسرع سند مثلا، سند واخد هداف دوري فرنسي وهو وينج. فده وضع طبيعي. ان بس يا كابتن انا بس مش معترض، تحليل حضرتك سليم 100%، بس احنا ليه في مصر مش كده؟ الهدافين بيبقوا لاعيبه الخط الخلفي، باك رايت، باك ليفت، سنتر هاب، انما الوينجات في مصر بامانه انا مش هتكلم على الاهلي بس او الزمالك، لا بصفه عامه في مصر الوينجات مش واخدين حقهم.
يمكن حضرتك كنت بتلعب وينج صح ولا غلطان؟ لا انا كنت سنتر هاف. كنت سنتر هاف بس انا كانوا معايا واخدين حقه. نعم عشان ماشي بس انا الحقيقه متخيل متابعتي اخر ساعتين ثلاثه ما اعرفش حضرتك تتفق معايا بده ولا لا. انا معاك طبعا في الطريقه دي ان هم معظم يعني هنقول اللعب في الدوري المصري اعتماده الكلي على الخط الخلفي. الخط الخلفي طبعا عامل مهم جدا. هو يعتبر اللي بيحرك المجموعه اللي موجوده بس لو انا ما شغلتش الوينجات بتاعتي انا مش هعرف اشتغل. انا كخط خلفي مش هيبقى عندي حلولي بالظبط. هي كولابس عليك الديفنس مش هتعرف تلعب. فهي دي المشكله. وعندنا في معظم مدربين يعني اغلبيه ان هو طريقه اللعب الهاندبول العادي مش الدفاع والفاست بريك او ان هو بيحتاج ان هو عايز يبقى فيه شغل كتير, عايز يبقى فيه يعتمد على الخط الخلفي اكتر. فانا شايف ان هم في مدربين بتعتمد على كده. في فرق تلاقي الاحصائيات بتاعتها الوينجات هي المعديه الاحصائيات, وفي فرق تانية العكس بيبقى الخط الخلفي. طبعا انا مع طبعا جزئيه الوينجات هي طبعا عندي دي مهمه جدا. طول ما انا عندي وينجات سريعه بتسجل يبقى انت ماشي صح. بتسجل انا وبيسهل عليا الموضوع. الله ينور عليك كابتن. الله ينور عليك. معلش انا حبيت اتطرق للمعلومه دي لان دي حته فنيه يمكن. لا 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 يعني دي حته يعني فنيه. لا دي يعني طبعا دي حته كويسه جدا. وهو سيسا ما شاء الله عليه من اللعيبه السريعه, من اللعيبه الفايتر, اللعيبه اللي هو بيحب وبيجيد الحته دي كويس جدا. وباروندو مصمم عليه وفعلا بدا يوصله للنقطه اللي هو محتاجها في البطوله تساعد بيها المنتخب. طيب خلينا نروح على احصائيات برضو مهمه. يمكن برضو احنا مش عندنا الاحصائيات كامله لان زي ما حضراتكم عارفين لسه في مباراه بكره ولسه في مباراه شغاله في كاس الرئيس. هنخش على احصائيات المنتخبات الافريقيه من حيث التصويبات والاهداف. يعني استعرض معانا كده يا كابتن منتخب لعب كام مباراه وعمل كام تصويبه وحقق منهم كام هدف. الكونغو طبعا رقم واحد, عدد مباراه 5 على الشاشه مع حضراتكم طبعا. الارقام تصويبات 270, الاهداف 78 178 66%. أنجولا 5 مباريات, عدد تصويبات 269, الأهداف 176 65%. بعديها مصر 4 مباريات 204 تصويبة 139 68%. هي دي تقريبا هي أعلى نسبة منتخب مصر. بس عدد مباريات تونس اعلى منه. تونس 72%. تونس 72%. تونس 177 حاطين 127. وخلي بال حضرتك ده رقم يعني يخض لما تونس عامله محاولات اقل وجايبه نقط قريبه منك او اهداف قريبه منك. بالظبط. فالحقيقه تونس فعاليه اعلى. تونس فعلا فعاليه اعلى. تونس فعاليه اعلى. في غينيا 4 مباريات 191 126 هدف 66%. السنغال شايف ان فرقه السنغال ونيجيريا اللي هم خرجوا من البدايه نسبهم عاليه جدا, تصويباتهم عاليه جدا. دي السنغال لعب 4 مباريات 201 تصويبه 120 هدف 60%. نيجيريا 4 مباريات 182 نسبه, مع نسبه الاهداف 113. دي انا شايف نسبه كويسه. الراس الاخضر نفس الكلام 177 106 وهدف 60% نسبه التسويق نسبه النجاح في الراس الاخضر. طبعا يعني انا شايف ان النسب عاليه جدا. عارف يا كابتن يعني دايما يعني طبعا يعني احنا استعرضنا يمكن اكبر 8 فرق في البطوله. يمكن الارقام بعد كده قلت قوي ولكن دايما الارقام لا تكذب. ولكن اللي انا شايفه ده لا الارقام بتكذب. يعني لما نلاقي تونس اعلى نسبه تصويب 72% ومش في الفاينل بالظبط, ونلاقي فرقه زي الراس الاخضر بتصويب نسبه تصويب 60% قال 12% من تونس وهي رقم وهي في الفاينل. هي في الفاينل طبعا الارقام بتكذب. طبعا دي حقيقه. يعني 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 انا قصدي اقول ان ممكن اجيب لك جانب من الارقام يخدعك. اكيد طبعا. وده بيدل ان انا 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 انا, أنا كان اي مشاهد او اي واحد شايف الارقام دي انا اقول طبعا تونس فرقه قويه جدا واقوى من مصر. تونس اقوى من مصر صح. يعني انا لو انا هشوف بالاحصائيات دي احنا جايبين بس ايه عدد التصويبات والنجاح في التسجيل. فانت بالزبط. اكيد طبعا كل ما تعدي انا هشوف حاجه زي دي انا اقول طبعا تونس اقوى من مصر بكتير. بس في رقم برضو ان احنا حاطين 139 هدف, هم حاطين 127 هدف. هو برضو يعني النسبه برضو مش كبيره. يعني انا مثلا 204 تصويبه هم شايط 177. فطبعا برضو يعني هو نسبته يعتبر اعلى.
ف طب كابتن خلينا عشان احنا فاضل لنا يعني يمكن دقيقتين على الختام بس خلينا نقول هداف البطوله مثلا هداف البطوله بسرعه كده قبل ما نقول من منين كونغو الو كونغو يعني هداف البطوله من كونغو من كونغو هو لعب خمس مباريات اوريلين الكونغولي حاطط كم هدف يا كابتن 40 هدف يا ساتر بعديه نيجيريا شاتومبي اسمه تشاتومبي تشاتومبي وبعدين يوسف فاروق من نيجيريا 37 هدف الراديو ما سمعتش اسمه مصر انا مش عارف لسه يعني سيسا 16 هدف هو مش موجود مصر خالص في يعني في الاحصائيه اللي عندنا هو طبعا هو غايبين لغايه يعني اخر واحد من المغرب اسماعيل من المغرب يعني جايب 20 هدف يعني تقريبا كل دول مفيش ولا واحد من مصر يعني في النهائي راس الاخضر ومصر مش موجودين طب ده برضو رقم يعني هل الهداف مش جاي من مصر احنا بنلعب لعب جماعي ما برضو حاجه تدربك بصراحه ما هي دي بقى هو دي بتبين انا من وجهه نظري ان انت كمجموعه واللي انا قلت من البدايه ان المدرب الاسباني روبرتو بيوزع الحمل على المجموعه كلها صحيح فمش كل هتلاقي المجموعة. هنا طبعا هتيجي تلاقي فرقه الكونغو هتلاقي اللعيب اللي هو الالورو الورين ده جايب 40 هدف هو تقريبا صاحب الفرقه ما بيطلعش من الملعب طب كابتن برضو قبل ما نختم حراس المرمى حراس المرمى يمكن صاحب اعلى نسبه تصديات محمد علي من مصر بس كونه الوحيد نسبته 43% دي نسبه عاليه جدا بالنسبه لحراس مرمى نسبه كويسه جدا 43% دي نسبه كويسه جدا 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 يعني بعديه ياسين ادريسي من المغرب 41% طب ده يدل على قوه حراس مرمى مصر لو هنيجي نبص هتلاقي ان هو محمد علي بيلعب في فرنسا ياسين ادريسي برضو كان في فرنسا الاثنين بيلعبوا في فرنسا شفت يعني الاحتراف بيفرق كتير حاجه تانية الاحتراف شغل الاحتراف وان انت تبقى اجواء نفسها كاجواء تدريب وحياه وعيشه لا انت في حاجات كتيره بتتوفر لك مش موجوده لايف ستايل في اوروبا طبعا لايف ستايل تاني خالص لا حياتك كمان في يعني نقول ايه عدد ساعات بتطير منك في مصر ما انت بتستفيد بيها هناك ما بتستفيدش بيها هنا عدد ساعات طرق حياتك عموما اللي هنا مركز بس انت مركز. انت بالظبط انت بتنعزل عن كل حاجه هم كمان بيودوك في اجواء تانية خالص اذا افضل حارس مرمى في البطوله حتى الان من وجهه الاحصائيات ممكن ما يدوها لهاش بس محمد علي من مصر يجي بالظبط نسبته وممكن يكون هو نسبته في المشاركه اعلى من حارس مرمى بس هي نسبه اسف الحارس المرمى هي نسبه شارك قليل شارك كتير هي بالظبط لا بالظبط بس هو نسبة. هو عدد التصويبات اللي اتشطت عليه هو 23 المغرب اتشط عليه 98 لا التصديات اللي هو نجح يتصدى لها نجح 23 هو عدد التصويبات 53 المغرب طبعا يوسف ادريس ده يعني تصدى ال 40 من 98 هو تقريبا ما كانش بيطلع من الملعب برافو عليك بس يبقى هو ما كانش بيطلع من الملعب بالظبط لكن محمد علي عندنا عصام الطيار عندنا كريم هنداوي الثلاثه كانوا بيشاركوا طول البطوله هم مش موجودين في الاحصائيات ويمكن الحارس الثالث لا في هنداوي كريم هنداوي موجود ترتيبه كام ترتيبه هنداوي فين انا مش شايف هنداوي تسعة. هنداوي هنداوي التاسع ب 33% لا بس 10% فرقه بينه هو اتشاط عليه 54 نفس تقريبا التصديات هو 18 محمد علي 23 هم تقريبا النسبه قريبه من بينهم وبين بعض التصدي الواحد بيفرق طبعا بيفرق معاهم يعني هم تقريبا هم اكتر تقريبا اثنين شفتهم اللي مشاركين في البطوله محمد علي وكريم هنداوي ممكن يكون عصام محمد عصام ما شاركش كتير في المباراه دي الطياره خد مش باين في الليسته لا هو مش موجود مش باين في الليسته لا كابتن انت متعتني بصراحه والله العظيم انا سعيد جدا بوجودك وانا سعيد جدا طبعا ابقى موجود في بيتي ومعاكم طبعا ودي حاجه مش جديده على النادي الاهلي ان هو دايما ولاده مع بعض طبعا قناتك وبيتك ومكانك وسعداء بيك بشكرك كابتن محمد شكرا جزيلا كابتن حمد عبد الوارث نجم من نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي بشكرك شكرا الله يخليك كابتن ايسن اعزائي المشاهدين حاولنا قدر الاستطاعه نحطكم في الصوره مع بطوله افريقيا لكره اليد وكل التمنيات بالتوفيق لمنتخبنا غدا ان شاء الله في النهائي الساعة 9 بمجمع الدكتور حسن مصطفى أمام الطرف الثاني وهو الرأس الأخضر الحصان الأسود كل التوفيق لمنتخب مصر إن شاء الله لحصد اللقب الثامن بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعة وإلى لقاء آخر مع الأطفال